يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما نهرني وما قهرني صلى الله عليه وسلم. قال: وما لمست يدا ألين من يدي صلى الله عليه وسلم، وما شممت طيبا أجمل من رائحته صلى الله عليه وسلم. هو سيد التواضع. يقول أحد الصحابة: كنت أسير في السوق وإذا رجل خلفي يقول: ارفع إزارك. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما هي إلا بردة ملحاء؟ فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت إلى إزاره، فإذا إزاره لأنصاف ساقه. من تواضع صلى الله عليه وسلم. مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: فتركها وذهب. هذه الطريقة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إليك عني. فجاءها قال: هذا الذي قلت له ما قلت، إنه رسول الله. قال: فجاءت تجري. قال: فجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فقالت له: ما عرفتك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما قال: أنت قلة أدب، وأنت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأفعاله، فكانوا يرون منه التواضع، وكان هو خير من مشى على الأرض تواضعا ورحمة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من صفات عباد الله أو عباد المكرمون الذين يحبهم الله صلاتهم في الليل. تقول عائشة أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين رضي الله عنها، تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، كان هو يقوم الليل صلى الله عليه وسلم ويتهجد. الله يحب أولئك الذين ينصبون أقدامهم لربهم في تلك الليالي. قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. تتجافى بينهم وبين مضاجعهم مثل الجفوة، لا يستطيعون أن ينامون، لأن عندهم وعد من ربهم أنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من صاحب حاجة فأقضيها. سبحانه وبحمده، سبحانه. أرأيتم أكرم من الله، أطيب من الله، أرحم من الله، ينزل إلى السماء الدنيا فيسأل العباد: ما تريدون؟ أو ينبغي للعباد أن ينامون في هذه الساعة التي الله يقول فيها: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ قال: يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما صلى المصلون، ولا سجد الساجدون، ولا صام الصائمون، ولا امتنع الناس عن المحرمات إلا خوفا من النار. النار التي جعلها الله عذابا لمن تجبر وطغى. صلى الله على محمد. القائل: من أصبح قال: أعوذ بالله من النار سبعا، قالت النار: اللهم أعذه مني يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكرم الناس، أجود الناس، كان ينفق نفقة من لا أخشى فقر. جاءه حكيم بن حزام وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطني فأعطاه، ثم قال أعطني فأعطاه، ثم قال أعطني فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، من أخذ هذا المال بطيب نفس بورك له فيه. يعطي. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينظر إلى غنم ملء الوادي، فجاء أعرابي فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الوادي، فقال النبي لله أعرابي: قال أتحب هذا المال يكون لك؟ قال: نعم. قال: سقه فإنه لك. قال: فأخذه فجرى إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. ينفق بأبيه ويعطي. الآن الناس أحرص ما يكون على المال الذي هو ليس لهم، إنما هو عارية ولن يبقى. أي مال سيأتيك سيذهب، كيف يذهب وإلى أين يذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان عنده شات، فقال: انفقيها يا عائشة، فرقيها. فجاء قال: ها، ما فعلتي؟ قال: ذهبت كلها إلا الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجنب بأبيه، قال: بقيت كلها إلا الجنب. هذا فاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. عباد الرحمن لا يشركون بالله لأن الله أحب محبوب عندهم، ولا يقدمون على الله أحد، ولا يدعون مع الله أحد، ولا يتوكلون مع الله أحد، إنما توحيدهم خالص لله، لا يدعون مع الله إلها آخر. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجترئون على دماء المسلمين، ولا يقتلون المسلمين، ولا يقتلون غير المسلمين بغير حق. ولا، قال الله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أهل الإيمان لا يعرفون الزنا، أهل الإيمان يخافون من ربهم، لا يتجرؤون على المحارم، ولا يضعون فروجهم إلا فيما أحل الله، ولا يقتربون منها أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الله أن هذه المعاصي: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد في نار جهنم. قال ابن عباس: مكوث في النار قريب إلى الخلود في جهنم والعياذ بالله. ثم قال، ثم استثنى، ما أجمل هذا الاستثناء. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أرأيتم أكرم من الله؟ أرأيتم أكرم من الله؟ أطيب من الله؟ هكذا بعد المعاصي وبعد جرأتك وبعد ما فعلت ما فعلت ومع هذا أنت تتوب إلى الله، وبعد هذا يبدل الله سيئاتك حسنات، يغفرها لك؟ لا، إنما يبدلها لك حسنات. ثم قال الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الباطل،
لا يقفون على الباطل ولا يرضون بالباطل. إذا رأوا المنكرات إما ينكرونها أو لا يقتربون منها ولا يقارفونها ولا يجلسون عندها. شهود الزور بأنك تجلس في مكان باطل وترى الباطل فلا تنكره ولا يتغير قلبك ولا يحمر وجهك. هذا من الباطل. احرص أنك إذا جلست في مكان فيه حرام أو فيه منكر أو فيه أمر يغضب الله جل وعلا لا تجلس أخي ولا تجد الزور في هذا المكان الباطل، إنما تفارقه. ثم وصف الله جل وعلا وصفا عجيبا لأهل الإيمان، قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من أعظم الجرم أن القائل يقول لك اتق الله وتذكر أمر الله وتذكر نهي الله، فأنت بعد أن تذكر بآيات ربك تخر عليها صما وعميانا، تغمض عينك وتصم إذنك، فكأنك ما سمعت نذير ربك، وكأن الله جل وعلا لم ينذرك ولم يحذرك. هذا من أجرم الجرم ومن أعظم الظلم للإنسان، يظلم نفسه بأنه إذا ذكره الله جل وعلا بآيات سمعها أو ألقيت عليه أو أنذر بها أنه لا ينتبه لها. قال الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يا إخواني أعظم الجرم لنفسك على ربك، من أعظم الجرم أن الله يذكرك فما تتذكر، ويحذرك فما تحذر، وينذرك فما تنتذر. وهذا أمر عظيم وإجرام كبير، فاحذر أن تكون هكذا، فإن الله جل وعلا توعد هؤلاء في النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أهل الإيمان دائما يتضرعون إلى الرحمن بأن يصلح لهم الذرية وأن يصلح لهم الطريق وأن يستخدمهم في طاعته. من أعظم الخير أن يجعلك إمام تقوى، وأن يجعلك إمام خير، وأن يقدمك في الدين والطاعة، هذا منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في هذا المكان، وأن يجعلك من أهل الإيمان الذي تسوق الناس إلى الإيمان. هذا هو عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وعمل أهل الصلاح وأهل التقوى، وهم الذين ينجيهم الله جل وعلا من العذاب، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قال الله في آخر هذه الآيات أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. العاقبة لمن صبر وتجلد ومنع نفسه ولم يطع شيطانه ولم يرضى بوساوس نفسه هذه الخبيثة. يا إخوان إن أعظم الشر شر النفس لا شر الشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه كل مساء وكل صباح اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فقدم شر النفس على شر الشيطان. ولهذا إذا أردت أن يوفقك الله جل وعلا إلى صد الشيطان عنك وشر النفس عنك عليك بأذكار الصباح والمساء. أقسم بالله ما يترك أذكار الصباح والمساء رجل صالح، لا يترك
يدرك أذكار الصباح والمساء، رجل صالح يتعلق قلبه بالله، لأن هذه الأذكار دائما هي تطهر نفسك التي هي أشر من الشيطان عليك وأبلى من الشيطان عليك. انظر إلى الناس في رمضان، ما الذي يجعلهم بعضهم يفطرون وبعضهم يقعون في المحرمات وبعضهم يقعون في يعني الشر وبعضهم يضل إلى المحرمات؟ ما هو الشيطان قد صفدت، إنما أنفسهم، كما قال الصديق يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي من النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه كلمات بسيطات أردت أن ألقيها عليكم اليوم. أتذكر أنا وأنتم صفات أهل الإيمان والصفات التي يحبها الرحمن، فنسأل الله الكريم المنان، اللهم يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا كريم، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك اللهم أن تصلح قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتحسن خواتيمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أننا نسألك من كل خير أن تأخذ بناصيته، ونعوذ بك من كل شر أن تأخذ بناصيته. اللهم نسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استعطيت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. نسألك اللهم أن تفرج عن المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، بقوتك وجبروتك يا جبار السماوات والأرض. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.